سعيد تفضل. أخبار سعيدة، أخبار مش سعيدة. هات نحكي شوية ساعة على الأخبار قبل ما نمشيوا للمسابقات. الأخبار الكل السعيدة والمش سعيدة باش أنتم يكون عندكم فكرة شنو صاير في البلاد. باش تحبوا نبدأ بالأخبار السعيدة مش سعيدة؟ مش سعيدة، نبدأ مش سعيدة. يلا نبدأ بالأخبار مش سعيدة. بالأخبار السعيدة تفضل. أخبار مش سعيدة. الأخبار المش سعيدة للأسف تجينا من ولاية بنزرت. نسلموا على الناس الكل يسمعوا فينا بنزرت، والحكاية صارت في مدينة عوسجة في معتمدية غار الملح اللي تعرفوها الناس الكل. محلاها منطقة، محلاها المنطقة الكل، وللأسف عاشت على وقع توجع برشا. مرة أخرى ما هيش صالحة لاستماع للأطفال. الحكاية على حريق شعل في طابق أرضي في دار وحرق كل شيء. كل الإنسان دخلوا للحماية وطفئوا الحريق، لكن الحقيقة الأحزن والأشنع والأبشع هو اللي يلقاه في وسط الدار. يلقاه جثتين متفحمتين، الجوز رضع 10 أشهر وعمي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه اللي طبعا قالوا سي عبد الحميد السحباني المراسلنا ديوان فام. سي عبد الحميد هو رئيس فرقة الحماية المدنية في جرجونة. أول حاجة ربي يرحمهم الليجر، ربي يصبر عائلتهم، وربي يطفي نار العائلة متاعهم، على خاطر نتصوروا الهول متاع الحكاية هذه. احنا حبينا ناخذ أكثر تفاصيل مع مراسلنا في الجهة بدر الدين عرعار اللي معنا مباشرة. جعفر بدر، صباح النور. صباح الخير يا جعفر، احلى صباح ليك ولكل الزملاء الحضور وكل الساده المستمعين. عايشك بدر، عايش خويا، ان شاء الله عيدك مبروك حتى لو كانوا مخر وخي فهمني ولا. ولكن احنا اليوم في على وقع فاشعة، ان شاء الله ربي يرحمهم وهم في الجنه، ملائكه في الجنه. تفاصيل الاحداث. هي بالفعل جعفر كما قلت هي فاجعة، وهي صوره مؤلمه للاسف. انا كنت شاهدت الصور، هي صوره مؤلمه. خلينا نقول اليوم على الجثه بتاع زوز رضع، خلينا نقول طفل 10 سنين وطفله عامين كانت متفحمه. 10 سنين ولا 10 شهور؟ 10 شهور العفو، المعذرة، 10 شهور. معناها 10 شهور اليوم تلقى جثه بتاع زوز اطفال، طفل 10 شهور والبنيه عامين متفحمه في الدار بتاعها. نرجعوا للحادثه كيف صارت البارح في حدود الساعه ما ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة. كانت وحدات الحماية المدنية كانت اطلقت إشعار بحصول حريق بمنزل بطابق أرضي، والمنزل هذا خلينا نقول لك تقتنوا عائد على وجه الكراء. المنزل راجع بالملك إلى بمعنى الملك الأصلي اللي هو أحد عمالي بالخارج. تقتنوا عائلة مكونة من زوج وزوجة وأربع أبناء. وغادي نقولوا في أربع أبناء، خاطر اليوم الأم إذا كانت متغيبة نتيجة لكونها وسطت الأبناء الأخرين يقرأوا، وخليت أطفال هذوم وحاطهم في الدار. أسباب الحريق وحسب السيد عبد الحميد السحباني المدير الفرقة الحماية المدنية في جرجونة، واللي كان أكد لي لحد الآن تبقى الأسباب مجهول، خاطر لقاو إبرزة في الشارجور الإبرزة، لقاو ربما بلاكية موجودة في الدار، وهذا ما صرحت فيه الأم. تنجمش كطفلة صغيرة تكون شعلت النار، خاطر هي ما خلتش معناها مقبض ولا حاجة تشعل. هذه ينجم يكون تماس كهربائي كما ولا ما يعرف فيه هي سبب الحريق. كذلك تنجم تكون الطفلة العمر عامين البريكيه هذه هي. نعم. لحد الان خلينا نقول قراءات واستنتاجات بانتظار الابحاث اللي تعادت فيها وحدات الحرس بعوجه اللي قاعده الان الابحاث الجاريه. هي فاجعه، هي اليوم مصيبه كبيره للعائله هذه اللي فقدت معناها زوج اطفال، زوج معناها رضع. اليوم هي صدمه كبيره للام، الام الان اللي هي بيصدد البحث ونعرفوا بالذات لحد الان هي بالعموميه بالذات ما تاخذتش اجراءات. ربما لازم تكون هناك اجراءات خلال معناها الساعات والدقائق القادمه معناها بخصوص الحادثة هذه، بل ما معناها مش حال الملف للقضاء. نعرف اليوم هي معناها اليوم نلقاو نحكيو على زوج وفيات، نحكيو على حادثة مؤلمة، حادثة معناها هزت الرأي العام في مدينة عوجة. تعرفها طبعا طبعا كل طبعا. هي مدينة جميلة، معناها مدينة جميلة جدا، الناس الكل معناها مدينة صغيرة ورايضة وعائلة واحدة وبالحق، وناس كل تعرف بعضها محلاها، الناس الكل تعرف بعضها، الناس الكل تحب بعضها. البارح الناس الكل معناها تجندت اللي قضى في الحريق هذه، ومشكورين وحدات الحماية المدنية. خلينا نقول خاطر راهو الحريق أتي على كل شيء في المنزل، حتى باش تدخل ما تنجمش تدخل بضعف وكالموس كيشعل وكالريدوات واللوح، معناها حتى صارت حاملة اختناق واستعملوا الباب بتاع الغاز باش تمكنوا من الدخول والسيطرة على الحريق. لكن للأسف رغم المحاولات نتاعهم قصد إنقاذ الأطفال هذوما الرضع هذوما الملايكة هذوما، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك. ما نجم نقولوا كان الله يرحمه. يا جعفر خلينا نقولوا
الأسباب تبقى لحد الآن مجهولة في انتظار التحقيقات وكذلك في انتظار قرار النيابة اللي باش تاخذه من جراء الحادثة اللي حصلت هذه والحادثة اللي خلينا نعاود نذكر اللي هزمت كل أهالينا في عوجة معتمدين غير ملح كذلك في ولاية الزرق وحتى في تونس الكل البارح كانت ردود فعل كبيرة الناس كي سمعوا الأخبار هذاك كانت ردود فعل كبيرة في الجنة إن شاء الله في الجنة إن شاء الله عايش خويا عايش خويا شكرا لك إن شاء الله ربي يخليك بدر عايش خويا في الجنة إن شاء الله أنا نقطة وحيدة بربي الرحمة للأم خطر نقرأ في دي كومنتير اللي صعب بارشة مع الأم كيفاش تخرج وتخليهم وحدهم وكيفاش تخليهم غير مراقبة وكيفاش مشيت معناتها شنو كانت تعمل وبرشة ناس عملوا دي فيرسيون كبار برشة وهي مشيت توصل في صغارها الأخرين يمكن ما كانش عنده خيار يمكن فما 50 متر لخاطر كيما نقولوا بدرجة تونسية ساعة القضاء لها غفلة. غفلة صحيح هي مسؤولة على صغارها نعم. لكن نرحم الصدمة اللي هي فيها ونرحم الوجيع اللي هي حسدها السابق لأوان الحديث ومش وقت الحديث وقت رحمة على الملايكة هذوما الزوز إن شاء الله ربي صبرها إن شاء الله ربي أمين. صبر أمها وعائلتها في أمين. كل التضامن والتعازي العائلة الوليدات هذوما إن شاء الله في الجنة إن شاء الله في الجنة إن شاء الله في الجنة.